السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاد الفيديو نسبينو في الحدث ديال الشعيره البيضاء وكذا، راه كلشي عرفو تقريبا. كتشوفوني تعطلت عليكم فهمتي، ما نسبينيتش في دغيا، لحقاش انا عندي ريتم واحد، عندي تندير نهار اليوم تشوفوا فيديو، غدا ما تشوفوش فيديو، ولكن بعدا تشوفوا عاوتاني فيديو. داكشي خصني غادي نهار نهار لا نهار نهار لا، كلشي موافق على هاد القضيه، غادي معاكم ريتم واحد. بالنسبه لشي وحدين تيبقى يقول لي خويا عطينا كودات سكار شيطان، عطينا كودات ديال الشطاحي الاش باساج، انا خويا راه ما دايرش الشراكه، انا راه لحد الان ما دايرش الشراكه كاع. ماشي كون كنت داير الشراكه ماشي تقول لي خويا انت راه ما كتعطيناش كودات في الانستغرام، ياك ما جاش عطاهم الكيل ديالك. انا الخوت راه ما دايرش الشراكه باش يعطيهم الكودات، يعني كودات اللي كيديروا الشراكه وما يعطيهم كودات هما خاصهم يفرقوهم في ستوريات. اما انا راه ما دايرش شراكه باش يعطوني كودات، راه ما عنديش كودات اللي تقولوا عطيتهم شي واحد وما عطيتهمش للمتابعين ديالي. المتابعين ديالي هما اول حاجه عندي، لحقاش هما اللي يكونوا وصلوني لديك المرحله. ما تنساوش اول مره تتفرج فيا ضغط لايك وتابونا معنا في القناه وتفعل النوتيفيكاسيون باش توصلك اي فيديو جديد. ها هو العرض كما كتشوفوا، كاين سكين كامل، كاين غير الكرش الوجل السروال والسبرديله والشعر والماسك والطروفة كما العاده. اللي ما كنت عقلت واقع لك كنت سبينيت في بحال فتا الشوارع هو ديال الاكا وكذا، كنت سبينيت فيه وكنت مع جمال هنا وسبينيش انا وجمال في نفس الديكور ديالو، تتجمع ليه وتتاخذو وتتاخذ لك شاطو داك السنيط قاش. ها هو ب 54 السكين كامل، 90 السبرديله ب 15 السروال ب 48 الشعر ب 30 الماسك ب 30. شي الاغلبيه انا نعطيكم تحدي من هنا، واللي كانت بصح يكتب لي في التعليق يقول لي فري، ولا اللي كان كتغلط يقول لي لا. اكثريه ديالكم اللي خاي اللي بغاو ياخذوا ياخذوا على الشعر، يعني تنصحك الا كنتي باغي غير الشعر سبيني ماشي بزاف وجمع شويه ديال التروفا. لما الا هادشي اللي ما جاتكش سكين ولا شي لعبه ما تعرف الزهر وتربح الشعر، لحقاش احسن حاجه في هاد السكين كامل هو الشعر. كاين شي وحدين صحابي قلت لهم السكين فيه غير الشعر وقالوا لي لا كاين حتى داك الكرش، السكين ديال الكرش وكذا، قال لي زوين هو ناضي، ولكن انا تقريبا تيجيني غير السكين ديال الشعر هو اللي ناضي. حنا انا عندي في التليفون عندي السيلو وما عمرني جربت واش يخدم في التليفون ولا شي، دابا غنجربو الا كان تيخدم نحاول نرسم لكم شي رسمات اللي حتى الان باقي ما دارهمش شي يوتيوبرز. انا جبت السيلو نشوف واش مارش مزيان، نشوف واش ريكورد باقي خدام، ريكورد باقي خدام يعني دابا غادي الاريز نجربو ب 40 بسم الله ونشوفو شي رسمه. اوه خدام، هو غليظ الخط. دابا ندير لكم شي رسمه نتوما طوخو تقول اوه اش هادشي، بس نشوف اوبلا برج ايفن كدا شريطة شريطة هكا هكا شت شي ولكن دابا حنا تيستينا، دابا حنا تيستينا غنشوفو شي رسمة أخرى. أوو غنشوف هادي صعيبة شوية ولكن كيفو عليا، برج ايفل كدا كيفو عليا رجولة. أنا نشوف نديرو بخمسة لفات، يا ربي يجيني صراحة هاد رسمة صعيبة شوية لحقاش ما تتحيدش صبعك تجي صعيبة كتار. كيفو كيفو what the shit ما كملتش الرسمه صاحبي، والله ما كملت الرسمه. دابا وا شاد الفضائي، شاد الكائن الفضائي. وا
نشوفوا شي رسمه اخرى تكون سهله. صعيبه شويه نشوفوا حتى هذه عاوتاني. لا نشوف شي لعبه اخرى تكون هاي هذه. بسم الله خمسة لفات اخرين غنديرو ديك اللعبه ديال الرق. تتهز صاحبي ديال الشعر تتهز تخربق. كيفو شد الكائن هذا؟ تكافوا عليا يا فيل ونتحدى شي واحد رسم بحال هاد الرسمه ناري. اش هادشي؟ وكاين اخوت بالرجوله بالرجوله كتبوا لي في التعاليق كي جيتكم في الرسم ها؟ واش او لا لا كين كامل وليش ولكن اخوات على رسمه شي حاجه اللي هاربه رجوله وليش بثلاثه رسمات الثانيه اللي ما حكمتهاش مزيان كتر رسم يد دايره بحال الديكور بحال هكا بحال هكا كتر نضيها عزلت هاد الرسمه شي حاجه اللي اوف ياري بزاف اصاحبي. خوت كتبوا لي في التعاليق واش شي واحد شي يوتيوبرز ولا شي لعبه رسم شي حاجه وطلع على الرسمه بحالي. يلا كتبوا لي في التعليق قول لي راه خونا رسم بحالك ولا عجبتكم شي شخصكم تفرقوا لي لايك اصاحبي. داكشي ديز فيديو اصاحبي ربحت ولي شي ماشي دابا هذا كيفو او عندي سكين كامل دابا باش نخصني ناخذ صنادق هذا خمسه خذ هذا هادو ثلاثة ناخذ هادو كيفو عليا كيفو عليا والله كيفو نجرب السكين داكشي ناضي. ها هي الباقة نمشيو للباقة الباقة هي كاملة شوف شوف اي ماشي وحدين قالوا لي هذا ناضي زادو فيه التأثير هو كان في هاد السكين كان في متجر التخفيضات القديم اول اللي عليه كلشي نحلو بسم الله نلبسو حنا رق او اوبا 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 جنادي جنادي قولوا لي كي جاكم السكين بس بصراحة ها جهارة بصراحة شيغوا اورا صوت الصوم والله جنادي كنصح 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 اللي بغاه ياخذ شي واحد يدير الرسمه ديالي لحقاش فهمتي انا يدي سحريه تجيب الحظ السعيد اللي السكين كامل بق تيجيك السكين كامل يعني شي حاجه اللي هاربه بزاف بزاف بزاف. وكانت هذه نهايه الحلقه الا عجبتكم الحلقه وعرفتوا الحظ ديالي ناضي 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 فرقع لايك وفرقع سبسكرايب ودخل عندي الانستغرام تلقاه تحت 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 في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف غتلقى تحت في الفيديو غتلقى تحت العنوان غتلقى الوصف غتورك عليه يطلع عليكم المتابعات ديالي اليوميه غتلقى الانستغرام دخل تابعني فيه اوكي داكشي تيكون زاز لوز نادي كنادي داكشي اليز دخلوا تابعوني تما كان معكم امين دلتا تهلاو